حلقة جديدة من أخبار صباح اليوم الجمعة 5 أيار، وبحلقتنا شجرة الأكدنة بين الماضي والحاضر. مؤتمر إطلاق مهرجان جوني الدولي، محطة ثقافية مع زميلتنا مريم الحاج وغيرها من التقارير. أما ضيفتنا لليوم فهي رولا مزهر، منظمة نشاط سيتي بيكنيك، لنحكي معها عن هالنشاط يلي رح يكون بميدان سبق الخيل يوم السبت 13 أيار. هيدا بما يخص الحلقة. أما بما يخص التأس، أستاذ محمد غازي معنا على الخط من مصلحة الأرصاد الجوية، بنعرف كيف رح بيكون تأس الويك أند. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور، يا هلا. كيفك؟ أهلا وسهلا. وكيف هالتأس؟ التأس إجمالا بعده ربيعي متقلب، عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. نعم. لليوم التأس بلبنان غائم جزئيا دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة. أوكي. في ضباب على المرتفعات المتوسطة، وتتساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر. نعم. السبت غائم جزئيا دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة، كمان في ضباب على المرتفعات. والأحد قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وفي كمان ضباب على المرتفعات صباحا. طيب، يعني اليوم شتاء بس بكرة واللي بعده مش شتاء. ايه، إجمالا شتاء على الداخل أكثر منه على الساحل يعني. اوكي. ايه، وبكرة بعد بكرة تأس منيح وشوية غيوم بس. الحرارة؟ الحرارة تاع الساحل رح تطلع اليوم. حرارتي هلا على الخبرية، أي متى رح أخلص من الشتاء مش عم بعرف. أوكي، تفضل. الحرارة تاع الساحل لليوم من 13 ل 24، فوق جبال 10 20، بالأرض 5 15، وبالداخل من 11 ل 27 درجة. وفي ارتفاع بكرة؟ إجمالا نهار السبت دون تعديل، الأحد لترتفع شي بسيط. إن شاء الله خير وبوج نضاو يا رب. أوكي أستاذ محمد. أهلا. شكرا لك، يعطيك العافية. أهلين. الى عناوين الصحف السياسيه مع بيير، مع جوال. صباح الخير لك جوال ولكل يلي عم يتابعونا. مثل العاده جوله على عناوين الصحف الصادره لليوم الجمعه 5 ايار. البداية مع صحيفة النهار، انقسام على التصويت والكهرباء تفرق الحلفاء، خلاف بين وزراء التيار والقوات على ملف مناقصات الكهرباء، سجال بين الحريري وميقاتي حول رئاسة الجلسة في قصر بعبدة. بالعناوين الداخلية أيضا للنهار، الإرهابيون باتوا محاصرين في جرود عرسال، حزب الله يسعى إلى استعادة حليفه، لجنة في المال لإدارة حساب الإيجارات، أستانا أقرت إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، ماكرون وسع الفارق مع لوبان بعد المناظرة واتهم مرشحة اليمين المتطرف بنشر أكاذيب، الجولة الخارجية لترامب تبدأ في السعودية وتستهدف التصدي لإيران وداعش. وكتب لليوم مروان اسكندر ضمن افتتاحية النهار، وزير الصحة صحي للبنان. وبختم مع الصورة الرئيسية لليوم، وهي عم نشوف الرئيس ميشيل عون وهو عم بيوقع المرسوم الأول لاستعادة الجنسية اللبنانية، وإلى جنبه الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل بافتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية مبارح بالبيال. من النهار إلى الحياة، وقف النار في المناطق الآمنة الأربعة، وموسكو تمهد لانسحاب الإيرانيين بعد الهدنة، اختتام جولة أستانا السورية بتوقيع اتفاق، ترامب يزور السعودية لمناقشة مواجهة طهران وداعش، خالد بن سلطان الإرهاب صناعة وراءها مصالح وسياسات دول، القوات العراقية تتقدم غرب الموصل، إجماع على رفض التمديد للبرلمان اللبناني، مجلس الوزراء تجاوز الخلاف على التصويت من دون حسمه. وختاما بالحياة، أردوغان يهدد تيار الإسلاميين في حزبه. من الحياة إلى المستقبل، الحكومة تجهد التمديد، الاتفاق على القانون خيارا وحيدا، عون يتمسك بالتوافق ولا يسقط ورقة التصويت، والحريري يحث على التقاط الفرصة التاريخية،
تحدثت عن إخراج القوات الإيرانية والميليشيات بعد تحقيق هدنة مستقرة. موسكو: سنعمل عنكثب مع واشنطن والرياض بشأن سوريا. ترامب يزور السعودية للتصدي لإيران وداعش. طهران تبلغ غوتيريز استعدادها لحوار وتسوية مع الرياض. بالصفحات الداخلية للمستقبل: 50 مليارا لمزارعي التفاح وعرسال. التسوية في سوريا ميزان التعاطي الأمريكي مع إيران. ماكرون يتهم روسيا بتمويل حملة ضده وبيض على لوبان. وختاما كتب أسعد حيدر ضمن افتتاحية المستقبل: اكتمال هلال الخسارة الخامنئية. تابع جولتنا مع الأنوار: عودة قانون الانتخاب إلى اللجنة الوزارية والحريري متفائل بحل قريب. عون والحريري يوقعان أول مرسوم لاستعادة الجنسية. سليمان فرنجي يمهد لقيام جبهة معارضة. المعارضة السورية ترفض قرار الأستانة لإقامة مناطق آمنة. أيضا بالأنوار: واشنطن قلقة من اتفاق الأستانة. وختاما: الجزائريون اقترعوا لبرلمان جديد. تابع جولتنا مع صحيفة اللواء: مجلس الوزراء يحاصر التمديد والحل بمشروع انتقالي متواضع. نقاش ثلاثي حول إرساء صيغة تعتمد مشروع بر نسبي، وعون يقبل التصويت بدل الفراغ. المعارضة السورية ترفض التوقيع، وواشنطن قلقة من دور طهران. اتفاق روسي تركي إيراني على 4 مناطق آمنة. ترامب يعلن عن زيارة تاريخية للسعودية لإرساء تحالف جديد ضد إيران والإرهاب. ارتياح فلسطيني وصدمة إسرائيلية من لقاء القمة. عباس يطلق خطة عمل للمرحلة المقبلة. وختاما باللواء: ماكرون أكثر إقناعا من لوبان. استياء فرنسي من مناظرة العنف والفوضى. من اللواء بتابع جولتنا مع عناوين البلد، وبالعنوان الرئيسي لليوم: القانون في عهدة اللجنة الوزارية والجنسية تسلك طريق العودة. الجزائر تنتخب وسط حملة باهتة. وأيضا بالبلد: أمن الدولة في مرحلة انتقالية لمد جسور التواصل. ختاما خليل: نشد على أيدي البلديات لمساعدة المزارعين. بترجم العناوين صحيفة ديلي ستار: عون للتصويت على قانون انتخابي تجنبا للفراغ. اتفاق روسي إيراني تركي حول إقامة مناطق آمنة في سوريا. وختاما: تغيير القواعد يسمح للاعبات بارتداء الحجاب. ببقى مع الصحف الأجنبية، وبترجم العناوين صحيفة لوريان لوجور: البرلمان والشتات، لبنانان متناقضان يلتقيان. اتفاق روسي تركي إيراني حول مناطق آمنة في سوريا. وفي تحقيق خاص: التعدد الطائفي من منظار الأعلام تهديد أم إضافة. بالعودة إلى الصحف العربية، وبتابع مع صحيفة الشرق: عون التصويت إذا تعذر التوافق. الحريري: قاب قوسين أو أدنى من حل شامل كبير. محضر مجلس الوزراء رسميا لا للتمديد والمطالبة بالتجديد لسلامة. أستانا: المعارضة ترفض مناطق وقف التصعيد. وختاما كتب عون الكعكي ضمن رأي الشرق: تعلموا من الرئيس سعد الحريري. من الشرق إلى الشرق الأوسط: السعودية أول محطة خارجية لترامب. يلتقي قادة دول إسلامية لوضع أساس جديد لمكافحة الإرهاب. القوات العراقية تفتح جبهة جديدة في الموصل.
أستانا تقر المناطق الهادئة لسوريا والمعارضة تتحفظ. وختاما بالشرق الأوسط، الجزائر اختارت برلمانها وشرعيته رهن المشاركة. ختام جولتنا مثل العادة مع عناوين الجمهورية، القوات، عون والحريري، عقباء وزراءنا، حليفان ومنطقان ما الضوابط المانعة للانفجار في 20 حزيران؟ وختاما الصورة الرئيسية حملت عنوان الجنسية للمغتربين. مع هالصورة منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. بريك أول بحلقتنا ومنرجع مع أبرز وأقرب المواعيد السقفية والفنية مع جوال.